يجي نظر على سلو شيء راح يكون جرح كثير غبي وجرح يكون جرح بترجع يكون دعني شوية معزي عنه. جورج وسوف هيعتزل الغنى ومش عايز يسمع كلمة أبو وديع تماما، بيقول إنه مش عايز يغني ولا عايز يسمع اسم أبو وديع على المسرح. جورج وسوف حزين بدرجة لا توصف. نقلا عن الصحفية اللبنانية هنادي عيسى اللي بتتابع عن كثب كل أخبار المطرب الكبير جورج وسوف، بتقول هنادي عن جورج إنه قال إنه هيقيم مؤتمر صحفي بعد الأربعين وهيتكلم فيه ويقرر ما إذا كان هيعتزل الغنى ولا لا، لكن خلال الفترة دي فهو عايش حزن كبير لأن الجرح كبير. الحالة الصحية لجورج وسوف كويسة وبيستقبل المعزين كل يوم في بيته. جورج وسوف من بعد وفاة ابنه وديع وهو في حالة كبيرة من الحزن، حزن شديد وصعب لأنه مش بس فقد ابنه، لأ ده كمان فقد ابنه الأغلى والأعز والأقرب ليه. وديع كان الفرحة الأولى لجورج وكان مقرب جدا من باباه، وطلع جورج واتكلم كتير عنه في لقاءات كتيرة له من ضمنهم لقاء لي مع الإعلامي نيشان. جورج فقد ابنه بسبب السمنة وبسبب وزنه الزائد وبسبب التنمر، وده خلى وديع ياخد خطوة سريعة لعملية تكميم المعدة اللي هي السبب الرئيسي والأساسي لوفاته بسبب المضاعفات الصحية اللي حصلت له بعدها، وفضل يعاني فترة في المستشفى لحد ما توفى. ورغم ان جورج قال لابن وديع بلاش العملية دي ويولع كلام الناس وسيبك منهم، الا ان وديع عمل العملية لانه فاض بيه بسبب التنمر اللي كان بيتعرض له. اما عن الموضوع اللي حير كتير وهو مين هي زوجة وديع ابن جورج وسوف، فزوجة وديع ابن جورج وسوف هي هيلينا سيركس، وطبعا ظهرت هيلينا زوجة وديع ابن جورج وسوف في جنازة وديع لما وصل وتم توديعه بالأغاني والرقص مع الأغنية اللي أهداها لوالده وقت الوداع. وديع وسوف كان ارتبط برولا شامية، والموضوع ده بابا كان معارض ليه لأنها كانت أكبر منه ب 12 سنة، والكلام ده قالته رولا شامية لما كانت مع الإعلامي ربع زيات، ووقتها قالت إن كان في علاقة صداقة قوية ما بينهم، واتسألت عما إذا كانت هترجع له ولا لأ، لكنها رفضت إنها تجاوب. أما بقى عن عدد أبناء وديع فمفيش أي أخبار ولا حد اتكلم عن عدد أبناء وديع. بعد وفاة وديع جورج حس إنه محتاج يسمع قرآن في العزاء، وطلب شيخ يقرأ قرآن وتحديدا سورة مريم، وكان بيردد مع الشيخ وبيكمل معاه، وده مش غريب لأن شاليمار زوجة جورج وسوف مسلمة. مهدي جورج ولا حس بالراحة شوية غير لما سمع القرآن وركز فيه وتدبر معانيه العظيمة. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وكنتيجة للحادث الصعب ده قرر جورج انه مش عايز يغني تاني، والاهم من كده انه مش عايز يسمع حد بيقول له يا ابو وديع. احساس صعب ان حد يناديك باسم ابنك اللي ما بقاش موجود معاك ومش هتشوفه تاني للابد. ربنا يرحمك يا وديع ويصبر قلبك يا جورج وترجع لنا كويس وبخير.